معنى آية ولا تصعر خدك للناس. اشتملت سورة لقمان على مجموعة من الوصايا التي قالها لقمان لابنه وهو يعظه، وهذه الوصايا جامعة لأمر الدنيا والآخرة، كما أنه قد وضع له من خلال هذه الوصايا منهجا للتعامل مع الناس وفقا لما يقتضيه الإحسان والحكمة، حيث قال تعالى على لسان لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويكثر البحث عن معنى آية ولا تصعر خدك للناس. إن معنى آية ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تعرض بوجهك عن الإنسان الذي تخاطبه وتكلمه استحقارا له واستكبارا عليه. وأصل السعر هو مرض يصيب الإبل في العنق أو الرأس حتى تميل أعناقها عن رؤوسها، وهذا وجه تشبيه المتكبر الذي يلتفت عن الناس بالإبل المصابة بهذا الداء. وقد جاء في تفسير السعدي لقوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، أي ولا تميله وتعبس في وجوه الناس على سبيل التكبر والعظمة والزهو بالناس. أما قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تسير في الدنيا وأنت مظهرا ومتفاخرا بنعم الله مع الإعجاب بالنفس ونسيان شكر الله تعالى. وقد ذكر الطبري في تفسيره الأقوال المأثورة عن السلف في تفسير هذه الآية الكريمة، حيث نقل عن ابن عباس قوله في معنى ولا تصعر خدك للناس، أي لا تتكبر فتحتقر عباد الله وتعرض وتصد عنهم بوجهك عندما يكلمونك. كما نقل عن مجاهد أن معنى آية ولا تصعر خدك للناس أي الإعراض بالوجه والصدود عن خلق الله. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم قريبة مما سبق، وجميعها يدل على أن معنى الآية هو لوي الوجه والتجبر والتكبر. وقد قال الضحاك أن المعنى لا تعرض عن الناس بل أقبل عليهم بوجهك وحسن خلقك. وقال آخرون أن لقمان نهى ابنه عن تصعير خده لمن يكون بينهما خصام وعداوة فيعرض عنه. وفي تفسير آخر ذكره الإمام الطبري أن المراد هو التشديق أو التشدق، ومعنى لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي مختالا متباهيا.